فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استخراج الضب لأجل صيده عن طريق صب الماء في جحره أو إدخال دخان السيارة في الجحر. نسأل الله العافية، هذا لا يجوز. ما أكثرهم يصيد الضب لا للأكل، بس للتسلي بذلك ويعذب هذا الحيوان، لا يجوز هذا. يوكل الضب، لكن اللي يأخذ بس للتسلية أو للعب عليها وما، هذا له حرمة وله يعني له أنه يمكنه من الأكل والشرب، ولا يمسكه إلا للأكل فقط، لا للتسلية ولا للهواية ولا ما أشبه ذلك. يجيبون بعضهم يقولون، لكن منعوا والحمد لله، يجيبون سيارات مملوءة بالضباب لا لشيء إلا بس للتفرج عليها، حرام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ثم أيضا الضب لا يجوز قتله بهذه الطريقة، يدخل عليه الشيء قاتل، يدخل عليه دخان السيارة، يدخل عليه، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، حيوان له روح، لا يجوز تعذيبه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.